الاب والابن والروح القدس اللي يهضمين النهارده نقول حلقه تانيه من زيارات خادم واقدر لخصها في الحكم بالرحمه لمن لم يستخدم الرحمه جالي شاب من شبان كان خادم في الكنيسه وكان بيعترف عندي وجالي وهو حزين جدا لان حس ان ابوه بيخون امه وحاولت ان انا اشيل من مخه الفكره دي فقال لي لا انا متاكد فقلت متاكد من ايه قال لي انا متاكد لانه بيتكلم في التليفون بعد الساعه 11 وبصوت واطي ولو حد دخل عليه يروح قافل السكه يقفل الخط وانه انا حاسس انه هو بيضيع وقت كبير جدا كل يوم مش ممكن يكون ده كلام مع انسان حسب شغله زي ما هو كان بيقول فقلت له طيب معلش انا عايزك تصلي وبلاش ده بلاش الفكر ده يشغلك خليك دايما فكر انك تعيش وتصلي من اجل ابوك اذا كان فعلا كلامك صح ربنا يعمل في حياته وفي قلبه لان صلاة تقتدر كثيرا في فعلها فالجأ للصلاة وانا هلجأ لصلاة المسبح وربنا هيتصرف فسألت الولد وبابا ليه اب اعتراف؟ قال لي اه قلت له من هو؟ فاعطاني اسم كاهن فرحت قابلت الكاهن وسالته فلان ده بيجي يعترف عندك؟ قال لي اه بس ده ليه مده طويله ليه اكثر من ست شهور ما جاش طب وبيتناول؟ قال لي ولا بيتناول ولا بيجي الكنيسه فحسيت عرفت كده ان فعلا في حاجه مش مظبوطه اللي امتنع عن الكنيسه عن الاعتراف يبقى في حاجة غلط ولازم الكاهن ينتبه ان ممكن الانسان اللي ماشي كويس وعلى غفلة يوقف الاعتراف والتناوب من الاسرار المقدسة يبقى في حاجة في حياته حاجة ضعف حصل فيه فجالي الواد مرة تانية وقال لي انا متأكد لأنا سمعت ان هو بيكلم واحده ست قلت معلش من منكم بلا خطيه يرميها اول بحجر من فضلك مالكش دعوه بالموضوع ده سيب ربنا يشتغل وسيبني اتكلم معاه وفعلا انا قلت قررت ان ازوره لكن قبل ما ازوره الشيطان لعب دور كبير وحش جدا ان الولد وهم قاعدين بياكلوا فاتح أبوه وقال له أنا سجلت الكلام اللي أنت بتكلمه مع الست الأب أنكر طبعا والبيت هاج والأم اتضايقت جدا وزعلت وما سمعش كلامي لما قلت له ما تتكلمش خالص وكان نتيجة أن خلاف كبير حصل مناقشات حادة جدا وقرر الزوج ان هو يسيب البيت ويمشي لان هو البيت ما بيحترموش وبعدين جاء قابلني في الكنيسة في حالة غضب وقال لي شوف ابنك عمل فيها ايه ده جه عمل كذا 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 وهجيبني بشدة ولسانه كان وحش خالص فقلت له معلش انا عايزك بس ما تسيبش البيت وحاول انك انت تقلل كلامك مع الست دي وقال ان دي زميلته في الشغل عندها مشكله عائليه ومع جوزها وبحاول ينصحها فقلت له يا حبيبي ربنا ما حضرتكش مصلح اجتماعي مالكش دعوه بيها لانها تقع انت برجليك في الخطية معاها لأن عدو الخير مش هيسكت هتبتدي علاقات بالتليفون بعدين عواطف وبعدين شهوة والشيء إذا ولدت تنتج خطية حاولت أتكلم معاه أنه يوقف العلاقة دي مع الست بيكلمها لأنه هو فعلا أقر بيها وبعد كده جه الولد يكلمني وزي يعني بيفتخر انه هو قدر اكتشف اكتشاف كبير فقلت يا حبيبي عيب اتستر على ربنا حرام اتستر على ابوك ربنا بيتسطر علينا اتستر على ابوك لان بنصلي في صلاه الشكر نقول له انك سترتنا فنستر على, على الضعيف مش انا اشهر بيه ربنا عمره ما شهر بينا يا غلطنا كتير وربنا غمض عينيه وفوت طول ما احنا بنقدم توبه. فاوعى والا العقاب هيبقى صعب من ربنا. فقال لي لازم يعرف غلطه انت مالكش دعوه دي مش شغلتك انت سيب الكنيسه هتهتم بيه. واعرف كويس خالص ان لا توجد رحمه للانسان اللي ما بيستضيفش رحمه مع غيره. وبالكل لازم تاكلون يكل لكم طول ما انت بتدين والدك هتوصل في خطيه كبيره جدا وممكن جدا ضميرك يانبك انك ما تتناول تتقدم للتناول لانك انت بتدين انسان وبتكره انسان ففعلا الولد لقيته اتغير شويه لكن قال لي انا مش اقدر انسى العمل الكبير اللي بيعمله بابا ده اللي بيخون فيه ماما يا سيدي ملكش دعوة مش انت اللي هتدينه في ربنا اللي هيدين ما سمعش الكلام طبعا ولما زرت العيلة مرة تانية الأب اشتكى أن كلهم بيعملوا كويس إلا ابنه الكبير بيعامله معاملة وحشة جدا باحتقار وعدم احترام وبيبصله نظرة وحشة حاولت أصلح الولد وافهمه سيبه لربنا وربنا يشتغل معاه وفعلا بصلواتنا كلنا سواء الام او بقى الاسره او الاب كان اللي كان بيترف عنده الراجل تغير وبدا يوقف العلاقه اللي بينه وبين زميلته اللي في الشغل وفهمتوا ان دي شبكه بيرميها الشيطان عشان يوقعوا في الخطيه سألت سؤال صريح أنت ميال ليها في عواطف بينك وبينها قال لي آه وده جت منين لأنك أنت عمال تسمع كلام مش تسمعه واجب تسمعه ده أسرار بيوت الواجب عليك قول لها دوري خلص نفسك ملكش دعوة بحياتك أنت علشان ما تقعش في الخطية وتتعب نفسك وتتعبها وفعلا الاب اخذ قرار انه يقطع علاقته بهذه السيده وبدا ينتظم في الكنيسه واب اعترافه قال له بدا يعترف ويتناول لكن المشكله الثانيه ما تحلتش الابن ما زال يحتقر ابوه فهمته كتير ما سمعش الكلام لغايه بعد اكتر من سنه ارتبط بواحده بنت بنت جميله جدا وزوجها وبعدين ما دورش على المستوى الروحي بتاعها دور على الجمال لكن ما دورش على الحياه الروحيه فكانت بتتعبه جدا كل يوم التاني سهرات ورأس وملابس خليعه وهو تعب خالص خالص مرات كان ايه يشاركها ومرات يرفض وقال انا بين نارين يا اما اشاركها وابقى تعبان يا اما ما يا اما انفصل وكان تعبان جدا فذكرته قلت له يا حبيبي ما تنساش انت عملته مع والدك نفس الخطا اللي انت عملته مع والدتك حصل بينك وبين زوجتك انها بترقص مع رجاله تانيين غيرك ودي انت عايش بالمرار تذكر ان ده عقاب من ربنا على الغلط اللي انت عملته الحل ايه قلت له الحل انك تصلي وتذكر امرأتك في صلاتها وما تروحش معاها ولا انا مش مش متسريح الاماكن بتروحيها وربنا يتوبها وسالته اذا كان ممكن يخلف عيل ممكن لما تخلف عيل تبعد عن الجو ده قال لي يا رافضه انها تنجب اطفال علشان تحتفظ برشاقة جسمها. مرت السنين بعد أربع خمس سنين كده آه قالها قال لها إحنا كبرنا ولازم نرتبط نخلف ولد طفل. ففعلا أنجبت طفل وغيرت المسلك بتاعها وبدأت تقرب لربنا وفهمت إن الطريق ده مش كويس ممكن يؤدي إلى انفصال وهو في نفس الوقت حس بغلطته وان ده عقاب من ربنا لان هو ادان ابوه وقعوا في مواقف آه كان فيها بيحس بتانيب الضمير صح لكن في نفس الوقت كان بيحس بالخجل ان ابنه هو اللي بيانبه وابنه اللي هو بيتكلم عليه لكن نشكر الله آه انا اعتبرت ان ده درس للولد الابن لانه فعلا عرف ده غلطته انه شهر بابوه في وسط البيت عنده مع اخواته مع زم... والدته ووالدته كانت طيب ست طيبه جدا وغفرت فعلا له لما لقيته فعلا تائب وقال لها انا لم عاشرتش هذه المراه مطلقا ولا كان في حتى علاقات جسديه بيني وبينها لكن كل ما كانت مكالمات تليفونيه و ده غلط انا ارتكبته وطلب الصفح منها فسامحته ورجع السلام للبيت والولد ايضا انصلح حاله وعرف غلطته ان هو كان بيدين ابوه وربنا قال بالكيل الذي بيتدون تدان لكم لكم ربنا يدينا ان احنا نستر على عيوب الناس ما نشهرش بيهم ويدينا ايضا ان احنا نحترس من عدو الخير ونعرف كويس احنا حدودنا ايه ما نمشيش ورا العواطف بتاعتنا ان حد يقول لنا مشكلته او شكواه او متاعبه وناخد وظيفة الاب الكاهن او المصل الاجتماعي لا ندي كل واحد عمله لان مش ممكن الانسان يقدر يرشد واحد وهو حياته الروحية ضعيفة واعمى يقود اعمى كلاهما يقع في حفره ربنا يدينا نعرف ازاي نتعامل مع الناس ونسندهم بصلواتنا لما يغلطوا نسندهم بصلواتنا لما يغلطوا مش احنا نتغاظ منهم وننتقم منهم او نفش سرهم وعلى فكره في ايه جميله في امثال سليمان الحكيم يا ريت نحفظها كويس ناقل المذمه لا تبرأ أمام الله يعيننا ربنا على خلاص نفوسنا ويعيننا أيضا أن احنا نعيش حسب مرضاته ونبص أن احنا لا ندين أحد لكي ندان بنفس الكيل لمدين الناس لله كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين